يا دعاء، دكتور يا مان، ماشي. جاهزين يا دعاء انتوا وزمايلك؟ جاهزين دكتور، يلا رايحين نبدأ. طيب يلا. وضح لكم السلايدات يا دعاء. واضحة يا دكتورة. طب يعني انتم مقسمين الموضوع على بعض؟ مقسمين جسمين. طيب يلا تيجي تقولي. دكتورة فاطمة يعطيكي العافية. دكتورة انتي يمكن ناديتي على اسمي وما رديت عليكي، انا كنت بالشارع بصراحة مروحة من السي، عشان هيك ما رديت، كان في ضجيج حوالي. ماشي يا لي، انا عموما شفته في القايمه وخلاص، ما تقلقيش. نعم. شفت اسمك في القايمه عادي، ما تقلقيش. اوكي، شكرا دكتورة، يعطيكي شكرا العافية. لله، اللهم امين. جاهزين يا دعاء؟ جاهزين، بس اللي إلها بداية معلق ال شو اسمه الجهاز عندها، مش عارف. يعني مفيش أي حد من الموجود يقدر يقضي دلوقتي الغرض؟ طب يلا خلينا نبتدي بالجزئية. مين اللي عليها البداية؟ يلا دكتورة، هاي أنا ببلش، ما في مشكلة. يعني عموما اللي مش هيلتزم، يعني داخل أي جروب، اللي ما مش بيشاركش وضعه مختلف عن اللي بيشارك، عشان بس دي مسؤولية يعني. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك يا رب، يلا توكل على صفاء الله. معاك. اتفضلي يا صفاء، اتفضلي. دكتورة مش سامعة. البداية ليكي. البداية إلي دكتورة. تفضل. هلا دكتورة، احنا موضوعنا اليوم عن personality disorder، هو مش مرض، هو اضطراب ممكن يتعرض فيه الانسان في سن معين، رح نحكي عنه ان شاء الله، وكثير هو موضوع ممتع. بسم الله الرحمن الرحيم. عم نحكي personality disorder is a type of mental disorder in which you have unhealthy and rigid behavior, functioning and thought pattern. A person with a personality disorder has problems understanding and dealing with situation and people. This lead is significant problems. هنا نعلق على نقطة. أنا عشان ما تتوهيش بعد كده. علقي على جزئية عشان ما تتوهيش. أنا يعني بدي أقرأ الفقرة الأولى وأشرحها. This leads to significant problems and limitation in relationship, social activity, work and school. هلا هون الاضطراب الشخصي هو نوع من انواع الاضطرابات العقليه، بيكون في خلل بسلوك او اداء او نمط او تفكير غير صحي. صاحب هذا الاضطراب بيكون شخص متشدد او عنده اعتقادات غير واقعيه هو بظنها بالشخص الاخر اللي بيتعامل معه. الشخص المصاب بالاضطراب الشخصي بيكون في عنده مشاكل بفهم الموقف او الاشخاص اللي بيتعامل معهم، ما بيفهمهم بطريقه صح. ممكن اي شخص مثلا يحكي له اي كلمه وهي غير مقصوده، هو بياخذها بالنمط او بالاتجاه اللي هو بده اياه.
هذا الإشي ممكن إنه يؤدي لنا لقيود كثير كبيرة بعلاقاته الاجتماعية، سواء أو أنشطته الاجتماعية سواء بالعمل أو بالمدرسة، ما راح يكون في له علاقات كثير open mind مع الناس، راح يكون كثير يعني حيكون في تداخل للخلل اللي في الشخصية ده. أنا بتكلم عن personalities أو اضطراب في الشخصية. طبعاً يعني أنا عندي عدة شخصيات وكل شخصية وليها مسمى باضطرابات محددة أو بملامح وسمات محددة، تمام؟ الخلل اللي حاصل أو اضطراب الشخصية دي بيتداخل بالصفات والملامح اللي بيتصف بيها الشخص، بيتداخل في حياة الشخص أو في جوانب مختلفة من حياة الشخص. الجوانب الأساسية في حياتنا اللي هو شغلنا أي حد بيشتغل على فكرة، لو ربة منزل ده شغلها، بتدير شؤون الأسرة والبيت، تمام؟ اللي بيدرس ده شغله، وظيفته انه بيدرس، اللي بيشتغل ايا كان فده بيتداخل بالسلب في جانب زي العمل او الشغل. وبقيه الجوانب المهمه في حياتنا ايه؟ اللي هو علاقاتنا، اللي هو احنا عايشين ازاي مع الناس اللي حوالينا. فاذا هنا الاضطراب اللي في الشخصيه موجز هذا الكلام، ان يعني الشخصيه اللي ذات مسمى معين اللي هو بين قوسين ان هي احدى اشكال البيرسوناليتي ديس اوردرز، ملامح هذه الشخصيه بتتداخل في السلب بالسلب في جوانب حياه الشخص المختلف. تمام. In some cases you may not release you have personality disorder because the way you think and act seems normal to you. You might blame other for your challenge. هون حكينا انه بعض الحالات انه قد يعني ممكن انه يدرك الشخص المصاب بالبيرسوناليتي ديس اوردر انه هو عنده اضطرابات شخصيه، لانه بتكون طريقه تفكيره وتصرفه بتكون مبينه انها غير طبيعيه يعني بالنسبه للشخص، يعني ممكن حاسس حاله انه انا عمالي باخذ انطباع عن شخص، طب ممكن انه مزبوط او لا، والشخص يقباله ممكن انه يقدر يميز انه هذا الانسان في عنده بيرسوناليتي ديس اوردر يعني. بس صاحب البيرسوناليتي ديس اوردر ربما او احتمال ان هو يكون غير مدرك ان عنده مشكله اصلا. هو ممكن يكون غير مدرك، بس في بعض الاشخاص ممكن انهم يكونوا هو شايف ان هو طبيعي، يعني بيفكر طبيعي، بيتصرف طبيعي، ف وربما كمان بناء على كده يلوم الاخرين. ممكن انه بشوف حاله مظلوم او انه ليش هو شخص مضطهد، بصير انه يلوم الشخص اللي بيتعامل معه انه انا مظلوم او انه انا مضطهد او انه انا ليش بتعامل هيك او انه فاهمه. Personality disorder usually begin in the teenage years or early adulthood. There are many types of personality disorders. Some species may become less noticeable during middle age. هون بيحكي لنا انه هناك كثير انواع عديده من الاضطرابات الشخصيه ممكن يمر فيها الانسان في سن المراهقه او انه السن ما قبل منتصف العمر، انه ممكن انها تصبح هاي يعني اللي هي نهايه فتره التينيجرز اللي هي نهايه العقد الاول مع فتره الشباب. كل ما تقدم بالعمر رح تخف عنده هاي الديس اوردرز اللي ممكن انه يحس فيها، يعني بصير الشخص اكثر وضوح، اكثر تفهم للواقع الحياه اللي هو بيعيشه والناس اللي بيتعامل معهم. هلا ثاني شيء نحكي على السيمبتومز تبعت البيرسوناليتي ديس اوردر. Types of personality disorder fall into three groups. هون إنه personality disorder ثلاث مجموعات تتقسم عنا. Based on similar characteristics and symptoms, many people with a personality disorder also have signs and symptoms of late list on additional personality disorder. Not all of the signs and symptoms listed about the disorder are necessary to be diagnosed with it. بحكي لك هون انه الاعراض بتنقسم عنا، اعراض الاضطرابات الشخصيه بتنقسم ثلاث مجموعات بناء على خصائص واعراض متشابهه ممكن انه يعاني الشخص فيها او يعاني العديد من الاشخاص المصابين بالاضطرابات الشخصيه من علامات واعراض شخصيه متعدده، وممكن يكون عرض واحد يعني اللي بمر فيه. وعندنا هون انه مش كل العلامات والاعراض اللي راح نحكيها حول الاضطرابات اللي ان شاء الله كمان شوي زميلاتي رايحين يعرضوها مش شرط انها تكون موجوده بالشخص كلها، يعني في هناك فروقات فرديه من شخص لاخر. اول جروب تمام. انا اول شيء دعاء. دعاء بلي حبيبتي.
عندنا المجموعة إيه، تمام؟ هاي المجموعة تتصف إن عندها تفكير وسلوك غريب وشاذ، تمام؟ تتقسم لثلاث شخصيات. أول إشي البارانويد اللي هي الشخصية المرتعبة، وعندنا الويدراوين اللي هي الانعزالية، وعندي آخر واحدة الفصامية. أول إشي رح نحكي عن الشخصية المرتعبة من اسمها. دكتوري أنا عشان ما عندنا وقت ما رح أقرأ السلايد، رح أشرح بس. علقي وأنا متابع معاك عشان لو في حاجة مزدي ليها. تفضل. أول إشي عندهم فقدان للثقة، شك دائم في الآخرين، وما عندهم أي وعندهم اعتقاد غير مبرر إنه الآخرين رح يأذوهم، رح يخدعوهم، شك في اللي حواليهم. أيوة تمام. أيوة. وعندهم تردد في الثقة في الآخرين، وخوفهم غير منطقي، ما في مبرر أبدا لهذا الإشي وهذا الشعور. بيفهموا الإشارات وبيفهموا أي موقف إنه هو إهانة إلهم أو اعتداء عليهم، وعندهم رد فعل عدائي دائما، اتجاه إهمال، اتجاه إهانة، وبيميلوا لحمل الأحقاد دائما، تمام؟ وهذا الشك دائما غير مبرر أو إنه ما إله سبب معين. مثلا الزوج مثلا بشك انه زوجته دائم انه خيانه وما في سبب معين. هاي الشخصيه المرتعبه ما عندهم ثقه في نفسهم، فلهيك بضلهم يشكوا في الاخرين، ومستحيل مثلا بشكل غير مبرر. تمام. النوعيه دي على فكره، النوعيه دي بناء على سلوكياتها بهذا الشكل، فصعب يصعب التعامل معاها، وهي شخصيه غير متعاونه، والحياه معاها جحيم. الحياه معاها جحيم، فصعب جدا ان هو طول الوقت بيشك في اللي حواليه، طول الوقت بيرى بشكل غير مبرر زي ما احنا اتفقنا ان اللي حواليه بيحاولوا ان هم يأذوه، وطول الوقت في حاله من عدم الثقه والتحفظ من الاخرين. فسهل جدا قوي يعني نقدر نلخص ده، نقول سلوكه مش مريح، سهل جدا يتطور لحاله من حالات الاجريشن، لانه بناء على الشك الغير مبرر تجاه الآخرين أو من الآخرين تجاهه. الأنجر، الكلام جاي عن الأنجر. هلا الشخصية اللي بعد. أنت كده خلصت كل ده يا. هاي خلصنا أول شخصية من المجموعة إيه. البارانويد بيرسوناج. ماشي أنا قصدي خلصت كل الكلام اللي تحتيها. الانجل وستايل كلام من ده. خلصنا كله. طيب يعني انا بس عايزه اوضح اول سطر هنا، الانجل وستايل رياكشن تو بيرسيف ذا نيجلكت اور انسلت، هي بيجي رده الفعل من شك لدى الشخص تجاه الاخرين او شكه في الاخرين، بيجي رده فعله ان بيتطور سلوكه او شعوره بحاله من الغضب، ويتطور بعد كده لهجومه على الاخرين بناء على هذا الغضب المبني على الشك منه. زي ما احنا اتفقنا ولخصنا الكلام في انه الشخص غير مريح وغير متعاون ويصعب التعامل معه. اتفضلي يا دعاء. سكيزوتايبل. تمام. هلا هي شخصيه انعزاليه. هاي الشخصيه ما عندها رغبه انها تكون علاقات شخصيه اجتماعيه، وبتفضل انها تضلها لحالها، وما عندها استمتاع بالانشطه، ما عندها تعبيرات انفعاليه. ليه ما عندهاش تعبيرات؟ ليه في restriction في الايموشن، يعني في الرينج اوف ايموشن يا دعاء؟ ممكن انه عندهم برود، لا مبالاه. ايش ما ده معناه برود؟ يعني في حال لسه قايلها حالا وانا بتكلم مع السكيزوفرينيا، انه في حاله من البرود، يعني فلات ايموشن قد تصل لحد انه يبقى كولد، بارد على مستوى العاطفي، يعني ما عندوش عاطفه. ليه؟ انا بفصل ليه؟ لانه يمكن فاقدين كل معاني الحياه، ما عندهم هدف في حياتهم يسعوا له. في لينك ثانيه، في مبرر ثاني تبقى شاطره لو وصلتي له. المبرر الثاني له علاقه بالنقطه اللي قبل مباشره ثانيه يا دعاء، مرتاح انه دائما عنده شك. لا انا بتكلم على الشخصيه اللي بتتكلم فيها، هو شخصيه انعزاليه او انطوائيه. دكتوره ممكن ادخل أشارك؟ تفضل يا صفاء. إيه السبب؟ إنه هو بيكون عنده عدم ثقة بالأشخاص اللي بيتعامل معهم. لا لا لا، ما تكلمناش يا جماعة، إحنا هنا ما تكلمناش في ثقة خالص.
لكن كلامنا عن الثقه المهدومه اصلا بالنسبه للشخص اللي هو عنده البارانويد بيرسوناليتي. انا هنا بتكلم في سكيزوتايب. من ملامح هذه الشخصيه الانطوائيه او الانعزاليه ان هو يعيش منفرد منعزل، صح كده؟ او النقطه اللي احنا قايلينها لوس اوف ديزاير فور بيرسونال او سوشيال ريليشن شيب، صح كده؟ يعني ما عندوش الرغبه ان يبقى عنده علاقات. الشخص ده علاقاته محدوده، علاقاته مع الاخرين محدوده وبعمق ضيق. يعني احنا مثلا بيبقى عندنا محيط من العلاقات، تمام؟ الوضع الطبيعي او الوضع العادي ان احنا يبقى عندنا محيط من العلاقات بقى تحت مسميات مختلفه، علاقات صداقه قوي، علاقات زماله، صحوبيه، شله، جروب، اهل، في نمط او انماط مختلفه من العلاقات. وبعدين في بعض من انواع هذه العلاقات بعمق، يعني لما اقول مثلا انا ليا صديقه او صديقه العمر، العمر زي ما بنقول، يعني العلاقه بينا قويه جدا، صح كده؟ ممكن يبقى انا عندي ايه من العلاقات القويه دي كذا صديقه مثلا على مستوى حياتي. لكن هنا الشخص اللي عنده سكيزوتايب البيرسوناليتي هو ما عندوش لا محيط ولا عمق، لا محيط ولا عمق. فبالتالي هو النتيجه ايه؟ ان بيعيش في حاله من الايه؟ العزله، لونلس. طيب بناء عليه هيبقى فين الانفعالات؟ يعني احنا بيبقى عندنا شحن من العواطف والانفعالات المختلفه بناء على ايه؟ بناء على تعايشنا مع الاخرين. يعني انا عندي موقف بمر بيه مع سين من الناس او مجموعه من الناس، الموقف ده ممكن يبقى شحني عاطفيا بنوع معين من المشاعر المصاحبه ليه. فرحنا، انبسطنا، زعلنا، اتضايقنا، توترنا، خفنا، قلقنا، في مشاعر مختلفه، صح كده؟ طيب يبقى جات لنا منين الشحن ده؟ الشحن العاطفي من الموقف اللي احنا بنعيشه. طب ده عايش لوحده هيبقى فين مصدر الشحن؟ مفيش. فبالتالي هيكون ايه؟ بارد. هيبقى بارد، ريستريكتد ايموشن، يعني مشاعره هتبقى ضيقه جدا، محدوده جدا، قد تصل لحد الزيرو. بارد نسميه شخص انفعاليا او عاطفيا بارد. دكتورة، هاد الجروب، هذا الجروب ممكن انه من البيرسوناليتي ديس اوردر، ممكن انه يكون عرضه للسوسايد اكثر، يعني ممكن طبعا انهم طبعا. اي حد معرض للعزله، اي حد بيعيش لوحده منفرد، احتماليه السويسايد طبعا بتبقى وارده، وارده ما دام عايش لوحده. بس هو انا بقول لك وارد، لكن لكن عشان اربط السويسايد، اعلى نسب الانتحار، اعلى محاولات ونسب الانتحار بين مرضى السيفير ديبريشن او حالات الميجر ديبريشن، تمام؟ لكن اي مشكله اخرى وارد طبعا، لكن بتبقى بنسب اقل. لكن الشخصيه دي الاسكيزويد او السكيزوتايب البيرسوناليتي هو بعد كده فانربل تو ديفلوب ايه؟ الاسكيزوفرينيا. يعني في لينك بقى من هو بين نوع اضطراب الشخصيه ده وبين اصابته لاحقا او اصابته بعد كده بالاسكيزوفرينيا. يعني الدراسات اللي اتعملت على شخصيه الاسكيزوفرينكس وجد ان هي سكيزويد او سكيزوتايب البيرسوناليتي، شخصيه انطوائيه. يعطيك العافيه دكتوره. يا رب يخليك يا حبيبتي. اتفضلوا، اتفضلي دعاء. اخر شيء بدنا نحكي عنهم انهم كيف مظهرهم بيكون. هلا بيكون عندهم غرابه اللبس، التفكير، الكلام، السلوك، وممكن انه يكون عندهم انفعالات سطحيه جدا أو ردود فعل غير ملائمة للمواقف، وعندهم دائما قلق اجتماعي وعدم ارتياح للعلاقات القريبة واللامبالاة، وعندهم أحيانا ردود فعلهم بتكون غير لائقة وشكوكية تجاه الآخرين، وبيحاولوا يستخدموا التفكير السحري اللي هو انه بيفكروا انهم ممكن ياثروا على تفكير، انه ممكن يكون تاثير على الاشخاص الثانيين بافكاره باساليب معينه وخفيه ما بفهمها الا هو المريض نفسه. تفكيره مش منطقي لانه مش متعايش مع الاخرين. هلا رح ننتقل لاضطرابات الشخصيه مجموعه بي. تفضل كملي برضه يا دعاء. انا محاكمه. طيب يا حبيبتي تفضل. تمام. تتصف هاي الشخصية إنه عندها سلوك وتفكير درامي انفعالي مفرط غير متوقع. المجموعة الأولى ما كان عندها رد فعل مثلا مناسب أو ما كان عندها أصلا رد فعل. هاي الجروب عندها تفكير ودراما زيادة، إشي تمثيلي، إشي حبي، وإشي نرجسي. هسه رح نتعرف على كل وحدة فيهم. أول وحدة عندنا الانطوائية، الشخصية الانطوائية اللي هي عندها تجاهل لكل انتروفيرتد، اللي هي انتروفيرتد
انتروفيرسد بيرسوناليتي ديسوردر اللي هي الشخصيه الانطوائيه او الانعزاليه. انتروفيرتد عكس اكستروفيرتد. اكستروفيرتد يعني اكستروفيرتد يعني حد منفتح على الاخرين، يعني يحب يعيش مع الاخرين واجتماعي وحاجات كده يعني. اما انترو يعني مركز مع نفسه، شخصيه انطوائيه. تمام تمام هاي الشخصيه بتتجاهل حاجات ومشاعر الاخرين. عندها ستيل سرقه كذب، واستخدموا اسماء مستعاره. تمام من منطلق كذب، عندها استخدام الاسماء المستعاره ومخادعه الاخرين. بتعمل مشاكل تخالف القانون. عندها ده البوردر لاين بقى. لا انت بتقولي السمات كلها يا دعاء. السمات كلها لكل الانماط اللي عندك، الافويدنت والبوردر لاين والريبريزنتيف وهكذا. طيب الشخصيه البوردر لاين او الانتي سوشيال اللي هي الشخصيه الحديه او الشخصيه المضاده للمجتمع، فعلا في سلوكياتها الانحرافيه او الاجراميه بتكررها كتير. ليه بقى؟ لان هذا النمط من الشخصيه ما عندهوش الاحساس بالذنب. يعني احنا في العادي احنا بشر وبنغلط وكل حاجه، بس لما اغلط بعد شويه احاسب نفسي، احس ان انا اخطات، فازعل من نفسي، فالوم نفسي، فده حاجه حلوه علشان ما اكررش ده تاني. اما الشخصيه الانتي سوشيال او البوردر لاين ما عندهمش الاحساس بالذنب، فبالتالي هو بيعتاد، بنسميه معتاد اجرام، او بيسموه ايه في القانون مسجل خطر. يعني ايه مسجل خطر؟ يعني مثلا ارتكب جريمه واتحبس واتحكم عليه واتحبس، يخرج يرتكب نفس الجريمه او جريمه مشابهه وهكذا. شخص اعتاد الاجرام فده ما عندهوش احساس بذنب، فلو بيسرق دايما بيكرر موضوع السرقه، لو بيكذب وهكذا، يعني سلوك انحرافي. هي مشكلات متكرره، ريبيتد بروبلمز ذات فايوليت لو، اللي هي ما معنى ايه السلوكيات بتاعته اللي فيها مشكله دي وبيكررها، كلها ضد القانون، ضد العرف، ضد المجتمع بتقاليده وعرفه. تمام. هاي البوردر لاين وطبعا بيتعدى على حقوق الاخرين طول الوقت، بيكون اجريسيف، مش الاجريشن على شكل عتاب، هو طول الوقت من خلال سلوكه هو سلوك معتدي، مش بيلتزم بالحدود بينه وبين غيره، ان انا ليا حق وغيري له حق فيلتزم بكده، لا هو بياخد حقه وبيتعدى على حقوق الاخرين، بيتجاهل طبعا بيتجاهل العمل بالقانون والعرف زي ما احنا اتفقنا وهكذا. ما عندهم تحمل المسؤوليه، وعندهم ما عندهم ندم. اهو لو صفرين، وزي ما انا قلت لك، هو ايه اللي بيخلينا ان احنا نفرمل سلوك مش كويس؟ ان احنا نشعر بالذنب، غلطنا، ما احنا بشر يعني، مش بتعمد الغلط، بس انا عارفه ان انا وارد ان انا اغلط، ما حدش فينا نبي يعني ولا ملاك، ولكن لما نغلط يبقى احنا ونقف عند غلطنا ده، علشان الشعور بالذنب ده شعور ايجابي ما دمنا ارتكبنا غلط، ما دام ارتكبنا غلط. ليه؟ لانه هيخلينا نفرمل وناخد بالنا من تصرفاتنا بعد كده، هو فاقد الاحساس بالندم. بص يا دعاء، خلينا نقف كده علشان انا عندي كمان اقل من 5 دقائق محاضره ثانيه. تمام. ان شاء الله تعالى بكره بنكمل على موضوع ضروري، انا بحب قوي الموضوع البيرسوناليتي ديسوردر ده شيق جدا، فخلينا ان شاء الله تعالى بنكمل بكره في موعدنا. تمام. اي استفسار، اي سؤال، اي استفسار، ولو اي حد في الموضوعات، معلش عشان اكمل رسالتي لو تكرمتوا، اي حد في الموضوعات السابقه ما كملش موضوعه يا ريت يبقى برضو خلينا بنصفي خلال هذا الاسبوع علشان نبقى واخدين بالنا من عامل الوقت. اي سؤال يا جماعه؟ دعاء حاجه؟ الله يعافيك، الله يعافيك يا رب. الله يعطيك العافيه دكتوره. يا رب يكرمك يا دكتوره. يا رب يكرمكم جميعا. يعطيك العافيه دكتوره. شد حيلك وهانت، ربنا معاك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. موفقين يا شباب ويا صبايا، موفقين. سلام عليكم.